بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حكايتنا النهاردة عن بنت جميلة كانت رايحة المدرسة في أول يوم لها في العام الدراسي. اسمها ايه البنت دي؟ اسمها شدة. دخلت شدة الفصل، لقت فيه ناس جديدة كتير، لقت في الفصل موجود فيه حروف كتير جدا قاعدين يضحكوا مع بعض. لقت فيهم واحدة اسمها فتحة، واحدة تانية اسمها ضمة، واحدة اسمها كسرة، واحدة اسمها سكون، ولقت كمان مجموعة قاعدين مع بعضهم سموهم عيلة التنوين. ايه عيلة التنوين دي؟ فتحتين وضمتين وكسرتين. قاعدين كلهم يحكوا قصصهم وحكاياتهم مع الحروف، وان مفيش حرف في الدنيا ابدا ممكن يستغنى عنهم. وقاعد كل تشكيل يتباهى هو بيعمل ايه بالحرف، وإزاي بيغير الحرف ويغير من لونه ومن شكله ومن أسلوب نطقه. فدخلت الشد عليهم، فلما حسوا بوجودها قعدوا يستهزئوا منها ويضحكوا عليها لأنها صغيرة جدا وشكلها يشبه السين، بس المقطوع منها جزء من الجسد بتاعها. فأخذوا يضحكوا عليها ويسخروا من شكلها. فسألوها: انتي اسمك ايه؟ قالت: انا اسمي شدة، بس انا مش عارفة انتوا بتضحكوا على شكلي ليه. انا ممكن اكون شكلي مش حلو ومظهري اقل من مظهركم بكتير، لكن انا عندي شيء ليس عندكم ابدا. فقالوا لها: ايه هو اللي عندك ده اللي هو ما عندناش؟ قالت: عندي قلب كبير. عارفين انا بعمل ايه؟ انا لا استطيع ابدا ان ارى اي حرف ساكن، محتاج مساعدة الا وساعده. اصل الحرف الساكن ده يعني غلبان، ما اقدرش اسيبه لوحده، اروح ابحث في كل الحروف عن أخوه المتحرك وأحضره معايا وأجمعهم على بعض عشان يتقوى الساكن بيه، فيصبح بدل ما يكون صوته ضعيف يصبح صوته قوي، لأن جمعت عليه صوت حرف متحرك معاه، فبذلك أكون ساعدت الحرف الساكن. وأيضا أنا أشكالي كتيرة جدا، دايما تلاقي فوقية تشكيل، مرة فتحة ومرة ضمة ومرة كسرة ومرة فتحتين ومرة ضمتين ومرة كسرتين. أقولها: يا كل ده عندك؟ طب ادينا أمثلة كده عشان نفهم. قالت: طبعا بكل تأكيد. بصوا معايا للكلمة دي: الصالحات. أصلها إيه؟ أصلها أصا أصا. الحرف الأولاني ساكن، عشان صوته ضعيف جبت له حرف تاني مفتوح ورحت ضمه عليه، أخوه بالضبط يشبهه في كل حاجة، بس هو يختلف عنه إن هو عليه تشكيل، فأصبحت بتنطقوها حرفين، حرف ساكن والتاني متحرك. الصالحات. تحدث تحدث. الحرف الأولاني ساكن، جبت له الحرف الثاني عشان أقوي تحدث. فرحوا ساكتين شوية كده، قالوا لها: هو أنت كده مع كل الحروف يا شدة؟ قالت لهم: أيوة طبعا، ولكن حرفين اتنين أنا بديهم من وقتي أكبر بكتير وبن زمني أكتر برضه بكتير، بقوا بحب أقف عليهم جدا، بحد بديهم زمن، لما اجي اقف عليهم
أديه الزمن وأقول لأي حد يشوفني عليهم لو سمحت أقف عليا شوية عشان تسمع صوتهم قد إيه حلو، لأني معجبة جدا بصوتهم. في صوتهم في رنة جميلة جدا اسمها غنة. قالوا لها بس في الحرفين دول؟ قالت لهم بس في الحرفين دول، لما تشوفوني على أي حرف تاني بس فكوا الحرفين من بعض بس، لكن على الحرفين دول أقفوا عليهم شوية. قالوا له طب إيه الحرفين دول يا شدة؟ قالت لهم النون والميم الساكنتين. زي ما أنا قلت لكم أنا بدور على الحرف الساكن وأساعده، النون والميم أروح جايب لهم إخواتهم النون والميم بس اللي عليهم حركة واجمعهم على بعض وأقف عليهم شوية عشان أسمع صوتهم الجميل. أقولها طيب ادينا مثال كمان للنون والميم. قالت مثال حلو جدا، جنة. شفتوا أنا عملت إيه؟ جنة، أصلها جنة جنة. أنا جيت وقفت على النون عشان أسمع صوتها الحلو، جنة. أيضا ثم، أصلها ثم ما ثم ما. جيت أنا جمعتهم على بعض وقفت عليها عشان أسمع صوتها الجميل، ثم. كلهم بصوا لبعضهم وبصوا للشدة وقالوا لها إحنا أسفين قوي يا شدة، أنت علمتينا درس إن ما ينفعش أحكم على الناس ولا نحكم على أي حد بشكله فقط. أنت دلوقتي علمتينا الدرس ده وإحنا بنعتذر لك. فأصبحت كل الحروف والتشكيل بيحبوا الشدة جدا ويحترموها لأنها ذات قلب كبير بتساعد كل ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.